السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاهد الآن مباراة النصف النهائي بيني وبين الأخ منير، إن شاء الله تكون مباراة ممتعة وبالتوفيق للأخ. كما ترون لدي تشكيلة إيطالية وسأواجه بالتشكيلة الإيطالية. على بركة هدف لصالح الأخ منير بسبب خطأ دفاعي غريب. الله كيف تضيع. أتمنى التدارك، بالتوفيق لي. والهدف، هدف التعادل. الذي عتبني في هذا اللقاء كيف تصير؟ الله هدف الثاني.
ضعيفة من ونهاية اللقاء بفوز وتأهل إلى النهائي، باركوا لي، مشكورين يا أيها الإخوة.